إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فطيبوا أفواهكم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه صلاة وسلام دائمين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فبالتقوى نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا من المتقين ولآلائه من الذاكرين ولنعمائه من الشاكرين. يأمر الله بالتقوى في آيات كثيرة في كتابه العزيز، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، الله جل جلاله عندما فرض الأحكام على الناس جعل فيها اليسر، رفع الحرج عن الأمة مقرر في الشرع وفي الأحكام التكليفية. ويكفينا في ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعدما أمر بالصوم، قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. موضوع التيسير له أكثر من جانب. عنواني لهذه الجمعة: كن ميسرا ولا تكن معسرا. وسأكتفي بالحديث عن التيسير على الناس في بعض المفاهيم. لا أزعم أنني في هذه العجالة وفي هذه الدقائق اليسيرة أني سأجمع هذا الموضوع الذي كتب فيه ما كتب. هناك رسائل علمية جامعية مقررة في هذا الموضوع تنظر لها من أكثر من زاوية. اليوم فقط إشارتي إلى هذا المعنى. الله جل جلاله أراد لنا اليسر في أخذ هذه الأحكام. الإمام قتادة رحمة الله عليه يعطي رسالة مهمة، وهذه الرسالة هي ما أستهل به هذه الجمعة. يقول: يا أيها الناس، في معنى كلامي، فخذوا لأنفسكم ما أراده الله لكم. الله يريد اليسر ولا يريد العسر، فكيف يأخذ بعض الناس اليوم بالعسر والتعسير على الناس؟ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بول الأعرابي الحديث المشهور، بال في المسجد أقضي موسى في أقدس الأماكن وأطهرها وأعظمها، يأتي هذا الأعرابي بجهله فيقول في المسجد، فقام الصحابة قاموا إليه. انظر المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه أن دعوا خليط من بول، ثم أمرهم قال: أهريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. ثم أعطى الرسالة، الرسالة التي نفتقدها اليوم بشكل كبير جدا في تعاملاتنا، قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا هو المنهج. قس هذا المعنى في كل حياتك، تعاملات مع الناس. لو كنت موظفا حكوميا، هل أنت تطبق؟ هل أنت ميسر ولا معسر؟ هل توصف بالتعقيد؟ اليوم للأسف الشديد بعض الناس، سواء في جامعة، في تدريس، في مقام، في إدارة، في منصب، يوصف البعض بأنه معقد، وقد يكون وصفه لأنه حازم، لكن في أغلب المسألة ليس أنه حازم، أنه يستمتع بإذلال الناس وتعبه والتعسير عليه. هذا مخالف لمنهج النبوة. إنما بعثتم ميسرين
ولم تبعثوا. وانظر إلى الوصية نحن اليوم، ولا تجدها فرصة أن أقول لكل من تحته أحد أو تحته أحد مرؤوس، أعطيه هذه الرسالة. إذا كان ندرس اليوم الإدارة ونعلم الناس ونريد أن نسوي ونفهم الناس، فنفهمهم كيف كان يقول رب النبي الناس عليه الصلاة والسلام الناس، كان يعلم كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه، عندما يرسل أحد أصحابه في بعثة في مهمة يعطي رسالة واضحة: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. هل نحن اليوم نخاطب منهم تحتنا يا فلان الذي يتعامل مع الناس المعاملات؟ خليك إنسان متعامل ميسر. أنا لا أقول مخالف الأنظمة حتى لا يأخذ أحد من كلامي هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول معنى مهم، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فكان أبعد الناس عنه. القضية مفروغ منها، أنا أتكلم في إطار ما يستطيع الإنسان أن يقدمه. بعض المسائل اليوم في مواجهة الجمهور والله إنها سهلة، يعني في بعض الأماكن في المراجعات لا يحتاج الناس إلى سوى هذا التصوير تسهل عليه، يحتاجون إلى كرسي يقعد عليه، يحتاجون إلى موقف سيارة. أنا أتكلم اليوم ربما أمثلة بسيطة، شعور الإنسان بروح هذا التيسير سيفكر في كثير من المسائل التي تخفف على الناس لا تعقدهم. اليوم نأتي في بعض حتى في القطاع الخاص، لماذا لا تكون هذه سنتنا في التعامل مع الآخرين؟ هذا باب من أبواب الجنة التيسير. ألم يقل حبيبي ورسولي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ومن يسر على محسن يسر الله له في الدنيا والآخرة. إن عندما نتعامل مع الخلق فإننا نقدم منهجا ورسالة، والإنسان كما تدين تدان. من يسر على الناس يسر الله له، ومن أعسر عليهم وضيق عليهم وآذاهم ويريد من الناس أن يتذللوا إليه حتى ينالوا شيئا من حقوقه، هذا قمة التأثير. ورد كان رجل ما في صحيح البخاري ومسلم يداين الناس، أنا أعطي مثال، يداين الناس ثم يقول لغلمانه: إذا رأيتهم معسرين، العمال الذين عنده يعملون ويحبون هذه الأموال، إذا رأيتهم معسرا فتجاوزوا عنه، عاد الله أن يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه. كم ممكن يطرح كما يطرح البعض اليوم: طب لو فعلت ذلك الناس تستسهل وربما تأتي. أنا أقول أجل هناك نظام، لكن انظر هذا نظام الخير. الإنسان يمنع عن نفسه الخير بألف عذر. كم ممكن يقول: والله ربما يستسهل الناس فيأخذون مني أموالي ثم لا يردون منها شيئا؟ نقول أثبتها، لكن ينظر الإنسان في أحوال الناس، وهذا نموذج في التيسير. اليوم في الخطبة والنكاح والله لا أعرف التيسير مكاناً، أصبح الواحد إذا أقدم على الزواج يفكر في الهموم. الزواج سعادة ليسكن إليها، ليسكن، نحن خلفنا المعنى في الآية القرآنية. الزواج سهل، اليوم يأتي الشباب في أول حياتهم ودخولهم البسيطة ويريد أن يتزوج، أول شيء يفكر فيه الهم، كيف يتزوج، فين حيدبر المهر، كيف يتمم عملية الفرح والزواج، وماذا يقول الناس، وما سمع الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من يمني المرأة تيسير صداقها وتيسير نكاحها وتيسير رحمها، بمعنى أنها كثيرة النسل سريعة الحمل. وفهمي البسيط أن الإنسان إذا طبق الأولى بإذن الله أن الله يكرمه بالثانية.
فالتيسير يكون عند بعض الأسر موافقة على هذا الزوج المتقدم. كيف أقول أسرة موافقين بنت ما يغادر خلي شهر شهرين ثلاثة لما؟ مدام هناك موافقة للزواج وإنسان تعود فيه الخلق والدين لما؟ هذا نوع من التحسير. ثم مع ذلك نقول والله المشاكل الزوجية والقضايا لأن البركة تأتي عندما نتمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتيسير وقس على ذلك الإنسان. أنا أتكلم كل واحد يوم كل إنسان فينا مسؤول في جهة. المسؤولية قد تصل وقد تعلو إذا انطلق الإنسان من روح التيسير رأى كيف يوسع على الناس. وإن لم يلقي هذه المسألة بالا فتسير كما سار الناس. فرسالة اليوم كن ميسرا ولا تكن معسرا. الله أراد لعباده التيسير فلا تريد لهم التعسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يستعملنا في طاعته وأسأله أن يجعلنا ميسرين لا معسرين إنه هو ذلك والقادر عليه. قلوا ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله حق حمده ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على الهادي المشير والسراج المنير بعث في هذه الأمة ليخرجها من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن ضلال إلى الهدى فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد نحن نستمد التيسير من الله جل جلاله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنستمد التيسير على الناس أيضا من الله لأن الله يهيئ الناس يعملوا فكل ميسر لما خلق له. دائما الإنسان يقيس ويجعل في نفسه أن الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. إن تجاوز الإنسان عن الناس وكان ميسرا لهم سيتجاوز عنه رب العالمين. وإن كان للناس معسرا سيكون التعسير عليه. فإنما الجزاء من جنس العمل. وهذه ليست رسالة لأن الإنسان يكون مفرطا لا. إنما الحديث عن التوازن. فوضع التيسير في مكانه ليس معناه أن الإنسان يلغي العطاء عن المخالف أو المتطاول أو المتلاعب لكن وضع التيسير على المسار في الطريق الصحيح. هذا هو المفروض. وأختم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اليأساء يدرك الإنسان أن التيسير بابه باب خير وبارك عليه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من أنظر معسرا فما فقط في القرض والدين. طب ربما نعرف هذا المعسر بإعصار صورة ربما يأتي في بيني وبين شخص عقد وأنا أعلم أن لظروف طارئة ليست في مكنته أنه لا يستطيع أن يوفي في الوقت المحدد. هنا يتحقق هذا المعنى. قال من أنظر معسرا أو وضع عن أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا. هذه الصورة حتى نفهمها عندما يتخيل الإنسان أن الشمس فوق رأسه بحرارتها التي تبعد اليوم عنا 150 مليون كيلو متر نحن نتعرض ونتعب إذا وقفنا تحتها. فكيف اليوم الدين عندما تقرب تلك المسافات؟ فما أعظم أن يدخل الإنسان وأن يشتري ظله يوم الدين هنا في هذه الدنيا. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير. صلى الله عليه وسلم. أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم
على صاحب الوجه الأنور والجميل الأزهر صلاة وسلاما دائمين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم ارضى الخلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا ميسرين لا معسرين. اللهم اجعلنا ميسرين لا معسرين. اللهم اجعلنا ميسرين لا معسرين. اللهم يا الله نسألك في هذا المقام، نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، نسألك يا الله أن تفرج الهم عن المهمومين، أن تنفس الكرب عن المكروبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن معهم في أرض فلسطين، وكن معهم في أرض الشام، وفي كل أرض يذكر فيها اسمك يا عظيم. اللهم ارفع الكرب والظلم عنهم. اللهم واحقن دماءهم وتول أمرهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم قو عزائمهم. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم أعينهم يوم قل المعين وانصرهم يوم قل الناصر. اللهم يا الله تول أمرهم وكن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم يا الله عجل بنصرهم واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم يا قاهر الطغاة والمعتدين، يا من بيده مقاليد الأمور، يا قاهر الجبابرة، اللهم عليك بجبابرة الشام وطواغيته. اللهم عليك بالطواغيت في كل زمان ومكان. اللهم عليك بطغاة الشام وجبابرته، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عظة وعبرة وآية. اللهم أرنا فيهم ما تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم أرنا فيهم ما تشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم أرنا فيهم ما تشفي به صدور قوم مؤمنين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا بعزتك يا قوي يا جبار يا عظيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وأصلح له البطانة التي تعينه على الحق وتؤيده عليه. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشهده في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه بعزتك يا قوي يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.